السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزة عبد القادر ينقل لكم صورة عن منتزه حوارة في منطقة الصومعة. حتى يشاهدوه رجال البلدية ورئيسها السيد سامر المرعب. فحال المنتزه أشبه بحال الفلسطينيين، صورة طبق الأصل عن حياتنا، يصور حياتنا ونحن نزق تحت سيطرة الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي، ونضع اللوم على الاحتلال في كل صغيرة وكبيرة. فسلطة الاحتلال لم تأتي إلى هذه المنطقة، إلى منطقة منتزه، اسمه منتزه، منتزه حوارة، منتزه البلدية، وزرعت هذه الأعشاب الشوكية من القوص والغبيرة والعليق وشجر العليق. يعني أصبحت كمنطقة مهجورة وللأسف. فشجر ناشف، هذه سبحان الله العظيم، لأنه خلقة ربنا ومن الطبيعة عايشة وخضرة ما شاء الله، وكما شجرة اللبيد فهي عايشة على الندى. فالحقيقة يعني المنتزه في حالة بائسة جدا، فلهذا السبب جئت إلى هذا المنتزه لأصور لكم ولبلدية حوارة حتى يعتنوا شوية في هذا المنتزه اللي العالم الأجنبي الغربي اللي تبرعنا في إنشاؤه لأهالي حوارة. فأعتقد إذا كان يعرف الأوروبيين إنه حيكون المنتزه على هذه الحالة البائسة المريضة، ما بفتكر إنه قدموا دولار واحد أو يورو واحد. بفكروا زي ما عندهم اعتناء وصيانة للمنتزه على مدار الساعة. لهذا أقول للسيد سامر المرعب رئيس البلدية، أرجو أن توجه اعتناء عناية ولو جزء بسيط من وقتك ومن وقت أعضاء البلدية بزيارة خاطفة إلى هذا المنتزه لإنقاذه وإنقاذ هذه الشجيرات التي تئن من حرارة الشمس وعطش الماء. فاللي بيعمل معروف لازم يكمله، فأرجو من حضرتكم تكملة ما قدمتوه وما عملتوه لشعب حوارة وأبناء حوارة. لهذا أقول لكم كملوا ما عملتوا. فهذا انتقاد شديد موجه إلى بلدية حوارة ورئيس البلدية. والآن هذه صورة لمنطقة الحرائق من وأطراف معين أبوس من منتزه بلدية حوارة.
يا حرام يا عيب الشوم. أضوية مكسرة. حالها كحال الألعاب، ألعاب الطفولة مخلعة. يعني يا خسارة، فلو البلدية استثمرت وزبطت هاي شقفة الأرض وباعتها لناس يعرفوا قيمتها كان أفضل لهم من عمل منتزه أصبح على هذه الحالة، وهذه من أول سنة. يا حرام طلعوا أضوية بدون قزاز، والله بيعلم هي بتضوي لما بتضويش. بدها لفت نبه نظر، لفتت نظر يا بلديتنا. لازم يكون في عامل شهري يقوم على نظافة هذا المنتزه. يا الله بكفي، ولا خلينا نصور الطريق. عالعافية عالعافية. والله هلا هاي ابو محمود بنكل في الطوب، احسن ما نرجعه. بيبنوا فيه في المناطق الواطي. هذا السور من الناحية الجنوبية، بعد جرف هذه التربة بصير عالي كثير، وخاصة من الداخل. يا الله آخر يوم اليوم لهم في تكملة هذا السور، بيظل عليهم يشيلوا الأسلاك الشائكة. يا الله.